ليس من العسير فهم الأسباب التي أدت إلى وضع وادي دربات عام 1986 على قائمة اللائحة الدولية لمحميات المناظر الطبيعية. فالوادي يكشف عن تنوع في المشاهد الطبيعية، فهناك البحيرات وأقواس الصخور والكهوف التي تزينها الهوابط والصواعد، وتعد عين دربات ثاني أكبر العيون العذبة في محافظة ظفار، وينتهي الوادي بمسقط شلال جعفر الذي يفيض في مواسم الخريف الغزيرة وأثناء العواصف الرعدية. وقد تكونت جنبتي الوادي بضعة كهوف وعدد من الأقواس الصخرية، وفي نهاية طريق السيارات هناك كهف يعد أكبر ملجأ طبيعي في السلطنة استخدمه لقرون مربو الماشية. وتزدهر في وادي دربات أشجار السدر الدوم والتمر الهندي الصبار، من بينها أكبر شجرة صبار معمرة في السلطنة، إذ يزيد عمرها على 350 سنة.